كرم تخليني معاه التليفون سيادة المستشار أشرف زهران، مستشار محكمة استئناف الإسماعيلية. سيادة المستشار أستاذ معتز، أهلا وسهلا بحضرتك، وتحياتي للأستاذ منتصر. تحياتنا ليكم وتحياتنا ليكم جميعا، مصر كلها بتحييكم يا سيادة المستشار. الله يخليك يا فندم. التعليق النهاردة أصاب المجتمع بصدمة، وأستاذ منتصر قدم بلاغ للنائب العام ضد تصريحات سيادة المستشار أحمد الزند وسيادة المستشار أحمد مكي، وبيرى أن ده في تعطيل لسير العدالة، المشكلة اتحلت من يوم الخميس. إيه اللي وصل بينا للنقطة دي النهاردة؟ أولا طبعا الأستاذ منتصر، حق الإبلاغ مكفول لكل مواطن، ومن حقه أن يتقدم بما شاء من بلاغات، لا افتئات عليه في ذلك. أيوة. أما تصوير الأمر أن القضاء قد علقوا العمل في المحاكم بقصد عقاب المحامين، أو أن القضاء علقوا العمل بمزاجهم الشخصي من أجل تحقيق أشياء معينة، فهذا الأمر غير حقيقي ولا أصفه إلا بهذا الوصف. القضاء يا سيدي علقوا العمل في المحاكم مضطرين، عندما ذهبوا إلى المحاكم فوجدوا المحاكم مغلقة بالجنازير، بل أن بعض المحاكم بني على مدخلها جدار طوب، وهذا الأمر يعلمه القاصي والداني والهتافات المعادية وطرد بعض القضاة وبعض أعضاء النيابة العامة. حتى أن بعض المحامين ذهبوا إلى بعض وكلاء النيابة وقالوا لهم أنتوا مين اللي أذلكوا تدخلوا المبنى، حفاظا على حياة القاضي وأمام تقاعس الدولة غير المبرر. عن تأمين دور العدالة قرر القضاء تعليق العمل ليس بصفة نهائية، ولكن إلى حين تحقق الأمن وتمكين القضاء من أداء دورهم. طب ما هو مش المشكلة المفروض كانت انتهت يا سيادة المستشار ووصلنا لمرحلة هدوء؟ يا سيدي انتهت من وجهة نظر المحامون، إن هم رأوا تعليق إضرابهم، أنا كقاضي مين اللي يأمني؟ هو أنا شغال عند المحامي النهاردة يمنعني من دخول المحكمة ويقول لي روح بيتك مش هتشتغل، بكرة يقول لي تعال اشتغل؟ لا يعني هل ده ينفع يا أستاذ؟ لا طبعا، القاضي والمحامي الاثنين بيعملوا لدى الوطن. فين دور الدولة انها تؤمن سلطة دستورية من سلطاتها ان القضاء يمكنوا من اداء عملهم؟ ثم ان المنع مش زي الأستاذ منتصر ما قال طال بعض المحاكم، لا ده المنع بدأ من أسوان بجدول زمني مرتب، بجدول زمني مرتب حتى وصل إلى الأسكندرية. رئيس محكمة جنوب القاهرة امبارح حكى إن نقيب محامين حلوان قبل التعليق بيومين أو قبل المنع راح لبشكاتب المحكمة وقال له بلغ القضاء إن إحنا هنمنحهم من دخول المحكمة بعد بكرة، وبعدها بيومين هنمنحهم من دخول محكمة جنوب القاهرة. أيوه. وقد حدث. لولا أن تصدى موظفين محكمة جنوب لمن حاولوا إغلاق المحكمة بالجنازير. سيادة المستشار لو تسمح لي، البعض بيفسر هذا القرار وهذا التعليق بأنه ردا على مش بسبب الأزمة، لا بسبب رئيس آخر، وهو أن المجلس الأعلى قال أنه لن يبت في قانون السلطة القضائية الذي أستاذ معتز تفضل. قانون السلطة القضائية بإقرار المحامين ليس قانون القضاء، هو قانون الأمة. أيوه. حرصنا على صدور قانون السلطة القضائية قبل الانتخابات التشريعية القادمة كان حتى لا تجرى الانتخابات إلا في ظل قضاء مستقل يحقق لمصر انتخابات نزيهة ومستقلة وينقل مصر إلى الديمقراطية. أيوه. كون المجتمع مش حريص احنا مش احرص منه، ثم احنا ما تقدمناش بالمشروع، ده كان مجرد اقتراحات بتناقش، وفتحنا الباب للمحامين انفسهم وقلنا لهم شرفونا ناقشونا. والاستاذ منتصر حضر جزء من جلسه الاستماع الاولى في دار القضاء العالي وانا كنت موجود، ويوميها مشي من الجلسه وجي عند سعادتك انت والاستاذه لبنى، كان هو وزغلول بيل بلشي عملوا معاكم حوار يوميها. حضر الجزء الاول من جلسه الاستماع. ايوه. اللي السيد المستشار رئيس النقب يوميها شخصيا قال شركائنا في تحقيق العداله، بقول لهم إن المادة 18 مجرد اقتراح أنا شخصيا مش راضي عنه. طب إذا كان الرجل أعلن هذا الأمر أمامهم على الملأ وأرسله في خطاب، لماذا التصعيد وغلق المحاكم؟ هل المقصود كسر شوكة القضاء وإهدار كرامتهم أمام الشعب المصري؟ هل المقصود أن بعض شباب المحامين ممن لم يوفقوا في التعيين بالنيابة العامة يخرجوا ما في نفوسهم من غضب على توزيع الأرزاق في المجتمع المصري؟ انا عايز افهم. طب والناس عايزه تفهم يا سياده المستشار، اطلاق النار اللي حصل امبارح ده كان سببه ايه؟ يا سيدي الفاضل، اطلاق النار
اللي حصل امبارح هو جزء من مسلسل الفوضى المتعمدة في مصر. زي اطلاق النار في الايد الخفية في مسبيرو وفي السفارة الاسرائيلية. احنا خارجين من جمعيتنا. ما الذي اتى بالمحامين الى جمعية نادي القضاء؟ ومن البلطجية الذين كانوا يقفون على باب دار القضاء العالي؟ ومن الذي اطلق النيران في اتجاه القضاء؟ هي النيران اطلقت في اتجاه القضاء؟ طبعا يا سيد الفاضل احنا طالعين من جمعيتنا فوجئنا بان الباب مقفول وبيعتليه بعض البلطجية وبيسبونا وبيشتمونا بألفاظ نابية ومعاهم ثلاث محامين وكاميرا لإحدى القنوات الفضائية بيصوروا بيها. أيوه. حاولنا نطلع من الباب فوجئنا بهذا الأمر، ثم فوجئنا بإطلاق نار تجاه القضاء من الباب الرئيسي اللي في شارع شامبليون، وإطلاق نار من الباب اللي على محطة مترو الأنفاق في شارع 26 يوليو، حتى أن زجاج الباب تحطم.